عندنا مديني نموذجين من كتاب المعاصر. النقطة الأولى عندي هنا بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة، نشوف نفسنا كده مذاكرين ولا لسه محتاجين مذاكرة. النقطة الأولى عندي بقول you should have a نوع الدايت، هقول له على طول اسمها بالانسد. balanced diet، balanced diet وجبة متزنة. نمبر 2 بقول له دكتور زوير ميديكال بيلبسوا ميديكال ايه ات هوسبيتال، في المستشفى اسمها ميديكال gloves. جلافز، ميديكال جلافز. في نمبر 3 بقول له شي نو درايف ا كار، شي تيكس ذا باص، شي تيكس ذا باص، شي تيكس كانت ذا باص. يبقى هنا كانت بقول له شي كانت، طالما عندي مضارع يبقى بقول له كان او كانت، يبقى اذا الاجابه كانت وحلنا قبل كده. My brother count to 10 when he was. When he was يبقى إذن أنا إجابتي هي كودن couldn't، لأني بستخدم could و couldn't في الماضي. هروح بعد كده لجزئية الماتش، بقول له they went to، هم راحوا they went to اللي هي wild life park. Number two the penguin is، البنجوين ده بعتبره، هقول له black and white. What birds؟ ده سؤال، يبقى انا هدور على الكويستشن مارك اللي عندي، هلاقي اثنين كويستشن ماركس، ممكن اقول له ديد يو سي ولا وين؟ لا هقول له ديد يو سي، يبقى وات بيردز ديد يو سي، ايه الطيور اللي انت شفتها؟ وات بيردز ديد يو سي. نمبر 4 بقول له اي ام دوينج، اي ام دوينج اس، بروجكت اقول له اي ام سكول دوينج ا بروجكت بروجكت ات ات سكول. سكول، يبقى دو مع بروجكت، وهنا قلنا ام وار ام او اذا ار والاي ان جي، يبقى اي ام دوينج ا بروجكت. النقطه اللي بعد كده او الاخيره بقول له could you play football، could you play When you were football، four, قلنا when you جملة were السؤال ده four, سواء ترتيب، سواء ترتيب أو ماتش أو اختر مطلوبة ولازم تيجي في أي امتحان، يبقى اسمها could you play football when you were four. تمام، يبقى لازم أكون حافظ شكل ترتيب الجملة ديت، بستخدم could والمصدر، وهناك طبعا was أو were، ده بيقول لي you يبقى اسمها where، إنما لو هي هقول له was. تمام، يبقى ترتيب الجملة ده هي مهم، هنشوفها في ترتيب، شفناها في اختياري هي فوق، طبعا ممكن اشوفها في كمان جزئية بانكتويشن. اروح لسؤال البانكتويشن W اللي عندي question بيقول لي mark. وات داز ذا سي كاو ايت، يبقى هقول له الدبليو كابيتال وكويشن مارك. ده النموذج الاول. النموذج الثاني هنا مديني قطعة في الاول وبعد كده بيبدأ يديني عليها اسئلة. لو انا قلت هنا ذا اندرلاين ذا وورد وايد، كلمه وايد هنا هو معناها ايه في Big. الكلمات اللي قدامي؟ هقول Big. له وايد هنا معناها بيج، وايد معناها بيج. هاو واز ذا ويزر، على حسب ما هو قايل لي في القطعه، قال لي هنا هو اول ذا تري ان هوت دراي لاند، طبعا هنا قلنا ان الجو عامه كان هوت، يبقى اقول له هوت. How was the tree useful for the travelers؟ حلينا الكلام ده في القطعة اللي موجودة في المذكرة أكتر من مرة، إزاي كانت التري يوسفول؟ كانت إزاي الشجرة ديت مفيدة بالنسبة لهم؟ قلنا it gives them طبعا لأنها إدتهم هنا ها شيلتر ريست، شيلتر تمام إدتهم بتاع شيلتر وإدتهم ريست ريست وكمان إدتهم شيد. هاجي بعد كده بيقول سامرايز ذا فيرست باراجراف ان وان سنتنس، الباراجراف الاول اللي هي بيتكلم فيها عن وجود الشجره دهيت في المكان ده، يبقى اقدر اقول له نوت a very big old tree او there was a very big old tree، كان في شجره كبيره طبعا ومهمه. هاجي بعد كده لجزئيه الاختيار، طبعا انا في الامتحان اللي هو بكره مفيش حاجه اسمها قطعه ولا حاجه من دي، ولكن زي ما قلنا أسئلة اختياري، الأسئلة الخفيفة زي الاختياري أو الترتيب أو البانكتويشن أو الماتش. في النقطة الأولى هنا بقول له the story is very I won't read it again، أنا مش هقراها تاني، يبقى القصة ديت أوصفها بأن هي بورينج بورينج بورينج، طالما بورينج. مش هقراها تاني يبقى بورينج، إنما لو هقراها تاني يبقى انترستنج. ليه؟ لأن اتفقنا طبعا إن الأي إن جي عامة بستخدمها لوصف الأشياء غير العاقل زي الستوري أو البوك. نمبر 2 بقول له my sister is in unusual homes، يبقى اسمها is انترستد interested in، انترستد يبقى اقدر اقول I am interested in او my sister is interested in. نمبر 3 بقول له ذا has a shell and it doesn't have legs or سنيل arms، مين اللي لها شيل؟ سنيل طبعا هقول له ديت سنيل السنيل. بعد كده بقول له في سنيل نمبر 4 she never thanks me، ما بتشكرنيش for helping ungrateful her، ما بتشكرش حد، يبقى ده اسمه ان grateful جريتفول grateful اللي هو ناكر الجميل. هروح بعد كده لجمل الترتيب المهمة عندي هنا، بيقول لي وات، يبقى اقول له وات what can you do to stay healthy؟ وات
can you do to stay healthy؟ what healthy. can you do to stay healthy؟ تقدر تعمل ايه عشان تكون بصحة جيدة؟ الجملة التانية هقول له It's important to get enough sleep. It's important to important get enough sleep. من المهم طبعا ان احنا نحصل على قدر كافي من النوم. ده بالنسبة للنموذج الاول والثاني من كتاب المعاصر، وعندك بعدهم نموذج الاجابة، عندك بعدهم نموذج الاجابة الخاص بهم. بعد الامتحانين دول هلاقي عندي طبعا اللي هي ريفيو، مراجعة كلمات يونت 9 ويونت 10 باستخدام جزئيات الجرامر طبعا اللي كانت موجودة فيهم على حسب كتاب المدرسة، وعندي هنا تيست اون يونت 9 وزيه تيست اون يونت 10 اللي احنا قلنا عليهم في الشغل اللي معاك او في المذكرة اللي معاك انها اجزاء مهمة، صح؟ I see. فين الناس؟ المفروض ان انا اكون مراجع النهاردة تيست 9 وتيست 10 اللي عندك في المذكرة. هاجي هنا واتاخد من الجزئيات دي سؤال الماتش مثلا هنا، يلا ها سؤال الماتش بقول they went to ها wild life wild park. life Wild park. life The park. penguin is قلنا penguin is A black and 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 white. white A black bird. and white. What bird is what bird is قلنا did Did you you see see? I am doing a قلنا اسمها doing a Project at school. project at school. Could you play When you were football four. when When you you were were four؟ four. قلنا طبعا القطعه اللي عندي اللي بتتكلم عن ancient Egyptian date طبعا في الجزء اللي كان ملغي عندي. هروح لجزئيات الترتيب، الجمله الاولى في الترتيب قلنا Has she has a very has has a friendly friendly face. face. She has a very friendly face. الجمله الثانيه I I am very am interested in very interested in science. science. I am very Very interested in in science. تمام. قلنا بعد كده the هنا هو ancient the ancient Egyptian was amazing society، وده في الجزء اللي ملغي برضه. الجملة الرابعة هقول له what Sir, what's your what's your favorite animal؟ لا في كلمة لسه ما What's your قلناهاش اللي favorite هي what's your unusual، unusual وقلنا طبعا animal؟ في الترتيب في الترتيب اسمها what's your favorite unusual. What's your favorite unusual animal؟ What is your favorite unusual animal؟ النقطة اللي بعد كده هقول له ذا، التيك طبعا كابيتال بداية الجملة، وعندي ايه اللي ايه بتاعت استراليا اساسا كابيتال هيعيدها تاني كابيتال، وفي الاخر الفول ستوب. What did you see at the wild life park؟ يبقى W كابيتال والكويستشن مارك. بعد كده ريفيو على يونت 10، كان عندي في الجرامر في يونت 10 اللي هي جملة الامر زي ما اقول لك ستاند اب او سيت داون او اوبن ذا ويندو، وكان عندي الامر المنفي اللي هو اسلوب النهي اللي قلنا بستخدم فيه دونت زائد المصدر زي دونت جو اوت او دونت سبيك. بعدها كان عندي امتحان على يونت 10 وبرضه قلنا هنراجعه كويس من المذكره زي فيوم ازا، هقول له فيوم ازا ها All this town all this town in Egypt. in الجمله Egypt. الثانيه Here. قلنا كان يو كان يو You can كان يو you help me please? Help كان me يو هيلب please? مي بليز. الجملة الثالثة قلنا we can learn about ancient monuments، بنتعلم عن الآثار القديمة ها In history. history. In history. في التاريخ. بعد كده بقول له hieroglyphics، مالها الهيروغليفكس؟ A kind of writing A using kind of writing using pictures. There are a lot of treasures in في كنوز in the archaeological center. بعد كده بروح لجزئية مهمة جدا اللي هي كانت بتتكلم عن البيرفكت تاون او الجزئية اللي كانت بتتكلم عن اليكس. لو قلنا هنا هو ذا اندرلاين ذا وورد جريت، كلمة جريت معناها في Nice. الكلمات اللي قدامك Nice. معناها نايس، جريت هنا Nice. معناها نايس. Nice. هاجي بعد كده بيقول لي هنا ذا مين ايديا، حلين الكلام ده احنا في المذكرة قلنا طبعا ده Town بتكلم in عن England. التاون The ان town in انجلاند. England. تمام. تعالى لي هنا لجزئية الماتش سوري الترتيب، هقول له a villager، ماله ال villager ها wanted to sell his beans. A villager wanted to sell his beans. في نمبر 2 بقول له you can catch a train، ممكن تلحق القطر او تركب القطر at a station من محطة القطر.
نمبر 3 my هقول له ماي ماي تاون هاز ميني وندرفول ماي تاون ماي تاون هاز ميني وندرفول بليسز اقولها تاني ماي تاون هاز ميني وندرفول بليسز نمبر 4 هقول له از يور تاون نير ذا بيتش از يور تاون نير ذا بيتش دونت ويست يور تايم يبقى هقول له دي كابيتال وعندي في الاخر الفول ستوب النقطة الثانية اكسكيوز مي وير از ذا شوبينج مول الاي كابيتال بداية الجملة بعد اكسكيوز مي باخد كوما كوما اللي هي الفاصلة اللي تحت وير از عندي الابوستروف موجودة هي تبقى هناك في الاخر كويستشن مارك كويستشن مارك تمام ده بالنسبة لامتحاناتنا اللي كانت موجودة عندك في المذكرة هروح بعد كده مديني بعض النماذج الخاصة بمراجعة الامتحان برضو من كتب تانية تعال نشوف مع بعض بعض الجمل اللي فيها وهقول لك هتعمل ايه في الجزء ده هاجي هنا وقت لجزئية اللي تشوز بيقول لي when I was little لما انا كنت صغير I not run هقول له I couldn't طبعا لان عندي was يبقى هناك could او couldn't الجملة التانية بقول له sorry I not help you with your homework I am هنا طبعا هقول له I can't help you number 3 is a little wind التعريف ده مهم عندك اللي هي breeze a breeze is little wind could you بعد can you أو could you بستخدم الفعل في مصدر اللي هي play اللي هي play تمام أروح بعد كده لجزئية تانية ها هات لي snails في الترتيب هقول له snails don't have arms or legs نقطة تانية بقول له I am doing a project on bats at school on mats هي لو وصل أفضل إن أقول له at school في الآخر جملة تانية بانداز يبقى بانداز ليف ان تشاينا اند ايت بامبو اخر جمله عندي كود جميله الجمله دي بتتكرر في امتحانات كتيره يبقى كود يو جو نير ذا لايون كود يو جو نير ذا لايونز نموذج تاني هاخد منه اسئله الاختياري قلنا دونت ان ذا لايبراري دونت ايت دونت ايت قلنا دونت مصدر ذير از ا لوت تو نقط اند دو ا لوت تو اند دو لا واتش لا لوكي عندك في قطعة الأليكس قلنا there is a lot to see and do to see and do هناك الكثير لرؤيته أو لأنك تشوفه وتقوم بعمله يبقى اسمها a lot to see and do النقطة الثانية بقول له هنا he speak when he was وقال لي في الإجابة couldn't بسأل بكود I love نقط I play basketball once a week sports. يبقى هقول له I love sports تمام sports. أروح لجزئية تانية ترتيب بقول له It is free to go in يعني الدخول مجاني نقطة تانية بقول له Dagongs Nickname is the sea cow Nickname اللقب بتاع الداجونج is بيكون the sea cow نقطة تانية هقول له I have got to feed my rabbit now I have got to feed my rabbit now. هقول له بعد كده you must try some of local cuisine اللي هي بعض المأكولات الشعبية. تعال للجملة دي بقول لك يا لما the exercise again please اسمها Do. يا لما do فعل أمر ها جملة اللي بعدها بقول له هنا useless means when we can't not something we can't use الحاجة دي useless يعني ما أقدرش استخدمها عدمة الفايدة last year he played football but now he can who
couldn't. يبقى couldn't. هناك couldn't وعندي but وكان. النقطة الأخيرة I went to the train station. ما train station. Train station. Train station. الجملة الأولى في الترتيب هقول له I I like to find out about the culture. هنا the culture. تمام؟ يعني أحب أعرف عن الثقافة. يبقى I like to find out about the culture. الجملة الثانية We visit our cousins in July. بنزور ولاد عمنا in July. Gabby, Gabby, offered to help the villager. تاني أقول له Gabby offered عرض to help إنه يساعد the villager المزارع أو القروي. There are plenty of different restaurants. Plenty of قلنا بتساوي a lot of أو many. يبقى there are plenty of different restaurants. لما أقول له I am visiting Alex from Germany يبقى عندي الـ I capital وفي أفرو الـ A بتاع Alex وعندي الـ G بتاع Germany والفروستوب موجودة. تمام؟ طيب أنا هلاقي عندي هنا أكتر من نموذج. الناس بس تركز كده عشان ده كله كلام متكرر ومتعاد. تمام؟ هلاقي النماذج اللي موجودة بإجابتها. تمام؟ يعني النماذج اللي احنا كنا بنحلها دلوقتي إجابتها موجودة قدامك هي. تمام؟ تمام؟ الصوت يا حلوين. تمام يا سيد. الصوت يا حلوين اللي بتتكلم ديت. نبطل كلام. كل النماذج اللي قدامك الاربع او خمس نماذج دول موجودين باجاباتهم مره تانية عندك اهم. طبعا زي ما قلت هركز على اختياري، هركز على الترتيب، على ماتش، على بانكتويشن. هروح بعد كده لنماذج مش محلوله. تعال نشوف مع بعض النموذج الاول بيقول لي ريد اند ماتش. النقطه الاولى بقول دونت يوز يور موبايل. دونت يوز يور موبايل. اكمل بايه في الناحيه الثانيه؟ يور سكول لايبراري. ان يور سكول لايبراري. ها don't use your mobile phone in the library. طب هات لي الثانيه كده بقول له باتس كان سليب upside down on trees. How do you get to school. ازاي بتوصل المدرسه؟ ungrateful means ungrateful. not to thank اللي هي بقول not to thank others. ما بتشكرش الناس. Keep quiet when you in your school library. When you are in the school library. هات لي الجملة اللي بعد كده. كانجاروز. ها كانجاروز. ها ست their mother's pouch. الجملة الثانية هقول له this. This is our perfect town. Our perfect town. This is our perfect town. Could you go in the lions? What animal did you see? بقول له الدالو كابيتال وكوتشن مارك. Bats fly at night. يبقى الدي كابيتال بتاع bats والفول ستوب. نموذج تاني. بقول له the shade of the tree. عمل ايه الشيد ده؟ Shade of the tree. اللي هي keeps us cool. You can catch a train. In the train station. طبعا من train station. Number three. بقول له there is a big zoo. There is a big next zoo. There is a big zoo. Next to the school. Snails don't. اللي snails ما عندهاش. Have legs or arms. What's your favorite? Unusual animal. اللي هي unusual animal. هروح للترتيب. Choose a good book to read. You can eat with your family in a restaurant. In a restaurant. Snakes don't
have legs or have arms. legs or arms. You keep your money safely, safely in a bank. In a bank. In a bank. They rested under the tree and drank water. Panda lives in China and eat bamboo. And eat bamboo. And eat bamboo. What? جميلة الجملة دي ما تستعجلش، جميلة وما تستعجلش. What birds could you see؟ What birds could you see؟ الجملة اللي بعدها how؟ How how do؟ how do؟ how do؟ I how do, how do I, do I get to the bus stop؟ How do I get to the bus stop؟ ازاي اوصل موقف الاتوبيس؟ النقطة الثانية it is free to go in. It's free to go in. يعني الدخول مجاني. What did you see رامي؟ يبقى الدبليو وعندي الكومة قبل رامي والار رامي والكويستشن مارك. My favorite animal is a lion. يبقى الام كابيتال وفي الاخر الفول ستوب. نموذج رابع. كانجاروز كان جامب جامب كانجارو جامب اون تو يقفز على ساقين. يو كان باي يور جروسريز بتشتري الاله بتاعتك طبعا فروم ذا ماركت او ات ذا ماركت. ذا ديربو كود ذا ديربو كود هير فيري ويل هير فيري ويل رايت باك اكتب لي الرد اند اند اقول له هنا let me know اكتب لي الرد وخليني اعرف. useless means something we can't use. we can't use. a snake doesn't have the legs او doesn't have legs. can can you see the photo. جملة مهمة جدا اللي جاية it's It's important to plant a lot of trees. يا بنتي هقول له it's important. It's important to plant a lot of trees. من المهم ان احنا نزرع شجر كتير. يبقى it's important to plant a lot of trees. Do you need any help? يبقى دي كابيتال وكوتشن مارك. Alex is an exciting place. يبقى الايه بتاعت Alex والفول ستوب. هروح بعد كده لاخر نموذج معانا. بقول you can borrow books. you can borrow books from the library. من المكتبة. ها الابز could fly high above the land. above the land اعلى الارض. مش هقول له in the sea طبعا. above the land. هنا بقول له the tree has الشجرة has many green branches. many green branches لها افرع. You can sell تقدر تبيع beans in the market. It's important to take food اقول له when you travel. طبعا تاخد معاك اكل وانت مسافر. تعالى لي بعد كده هقول له I. جميلة برضو الجملة دي. I saw my favorite bird at the park. الجملة اللي بعدها اقول له don't write in the book. ما تكتبش في الكتاب. التعريف ده مهم جدا والجملة دي جملة امتحان. بقول له breeze is little wind. I am going. يبقى الاي كابيتال وفي ابصرف وفي الاخر هنحط الفول ستوب. Are you lost؟ هل انت تايه؟ يبقى الاي كابيتال وكويستشن مارك. وكويستشن مارك. ده طبعا النماذج موجودة عندك في الجروب. النماذج كلها موجودة في الجروب سواء الاونلاين او السنتر. تقدر تراجع منه عادي برضه او اكتفي بالمراجعة ديت للامتحان بتاع بكرة ان شاء الله. هروح بعد كده نشوف احنا واقفين فين في البلس. يلا حلوين يلا يا ابني طبعا في البلس الحصة اللي فاتت الجزء اللي احنا شرحناه اشتغلناه حل تمام. الجزء ده حليناه مع بعض. ها اسرع بس كده 73 الجزء ده حليناه مع بعض. ها ماشي طيب تمام تمام النهارده هناخد 2 حلها اخر تمام جميل جدا. يعني ده كل ده محلول القطعه دي اتحلت. ايوه كلام جميل.
وقفنا هنا صح؟ ايوه ايوه صح. يا سيدي، كلام راجعنا جميل، في تمام. كلام جميل. كلمات طبعا الدرس معانا في الحفظ. تعال هقرا معاك الجزء الخاص بالبلاي اللي هي المسرحيه، ونشوف الدنيا فيها ايه بالنسبه للاكسرسايز اللي عليها. طبعا هنا بقول ابراهيم شادي اند سيف arrive at the swimming pool. ابراهيم وشادي وسيف اصحاب ثلاثه وصلوا لي السويمنج بول، حمام السباحه. It's a beautiful day، انه يوم جميل. ابراهيم بيقول Let's jump in the water now. لا فوق لي فوق لي فوق لي 7 7. ابراهيم هنا بيقول لهم Let's jump in the water now، يلا ننط في الميه دلوقتي. فشادي بيقول له We shouldn't go swimming yet، We shouldn't go swimming yet، لا مش هنعوم دلوقتي، بلاش ميه دلوقتي. We have just had our lunch، احنا لسه متغديين، خلينا نقعد شويه. شادي is right، سيف بيقول شادي is right، يعني شادي كلامه مظبوط. It's too early to go in the water، يعني ايه too early to؟ عندي قاعده النهارده اسمها قاعده توتو، اللي هي تو صفه تو مصدر، اسمها ايه؟ تو صفه تو مصدر، يبقى هستخدم تو ثم صفه ثم تو. ما انساش ان تو الاولى اللي هي او بمعنى جدا لدرجه ان، لا جدا لدرجه الا. فلما اقول هنا اتس تو ايرلي تو جو ان ذا ووتر، يعني الوقت بدري جدا على اننا ننزل الميه، يعني ده مش وقت ميه. ليتس ويت فور اور فود تو دايجست، خلينا ننتظر الاول لحد الطعام بتاعنا ما يهضم. سيف يو كانت تيل مي وات تو دو، طبعا هنا ابراهيم بيقول له يا سيف انت ما تقوليش اعمل ايه وما اعملش ايه. يو ارنت اولد انف، القاعده الثانيه اللي عندي اللي هي استخدامي لكلمه انف. مالها انف؟ انف بتعني هنا بدرجه كافيه او كافي، بستخدم قبلها صفه زي اولد او اي صفه عندي، يبقى بمعنى كبير جدا لدرجه ان. فهنا بيقول له يو ارنت اولد انف، انت ما انتش كبير بدرجه كافيه انك تديني النصايح. يو ار اونلي 7، انت عندك 7 سنين بس. I am going to jump in the water، انا هنط في المية يعني هنط. ابراهيم the water isn't deep enough، طبعا هنا شادي بيقول لابراهيم يا ابراهيم خلي بالك المية not deep enough، ليست عميقة بدرجة كافية. it's shallow، الضحلة عالية. it's dangerous، طالما هنا مفيش مية كتير يعني ما هيش عميقة، فانت بالشكل ده it's dangerous to jump in water، خطر انك تنط في المية دلوقتي. that isn't very deep، لانها مش عميقة. you will hit the bottom of the pool، هتغبط او ممكن تصاب طبعا اول ما تنط في المية بانك بتصاب في ارض البول. here I go، لا انا هنزل اهو. ابراهيم jumps in the water، بالفعل بينط في المية. he hurts his foot، قدمه طبعا بيصاب. أو are you okay؟ سيب بيقول له are you okay؟ أنت كويس؟ sit at the side of the pool، اقعد في جنب كده في حمام السباحة. thank you سيف، شكرا يا سيف. I am very sorry، أنا آسف. I wasn't patient enough، لم أكن صبور بدرجة كافية، أنا ما كنت صبور to listen to you and Shadi's advice، أنا ما كنت صبور لإني أسمع لنصيحتك أنت وشادي. Does your foot hurt too much؟ هي رجليك بتوجعك قوي to walk on it، لدرجة انك ما تقدرش تمشي عليها؟ قال له no it's okay، لا الحمد لله كويسة. I am just happy you and Sif were here، انا سعيد ان انت وسيف كنتوا موجودين معايا هنا. What would I do، كنت هعمل ايه without my friends، بدون اصحابي. تعال نشوف الدنيا فيها ايه لما اجي هنا واقول لك اتس تو، دور لي في الناحيه الثانيه على صفه ثم تو والمصدر، يبقى هقول له طبعا اتس تو ايرلي تو جو ان ذا ووتر، اتس تو ايرلي تو جو، يبقى اذا لما اشوف تو اللي هي او هدور بعدها على صفه ثم تو المصدريه، تو اللي بيجي لي بعدها مصدر، تمام؟ يبقى اول قاعده عندي تو صفه تو مصدر. النقطه الثانيه بيقول لي يو كانت تيل مي what to do، انت ما تقوليش اعمل ايه وما اعملش ايه. you are not، انت لست old enough، old enough انت ما انتش كبير بدرجه كفايه عشان تنصحني. you aren't old enough، ما انساش ان انا بقول old و enough بعدها، يعني ايه اللي يجي قبل enough؟ الصفه بتيجي قبل enough. I wasn't patient enough، لم اكن صبورا بدرجه كافيه. يبقى اقول له هنا اول
to listen to to your listen to advice. advice. انا ما كنتش صبور بدرجه كافيه ان اسمع نصائح نصايحك انت وزميلك التاني. Does your foot hurt too? وانا طبعا to much be to اللي walk بعدها صفه اللي هي too much much to to walk on it. walk on it. هروح بعد كده مديني طبعا القاعده هيت اللي هي to و enough. قلنا to صفه to ومصدر معناها جدا لدرجه الا جواها نافيه. تو نفسها جواها نافيه. ولذلك بترجمها بمعنى جدا لدرجه الا. الكلام ده شفناه في منهج سنه رابعه لما كنا بنقول ذا روم از تو سمول صغيره جدا او ذا شوز ار تو بيج الحذاء كبير جدا او ذا تي از تو هوت تو درينك الشاي سخن جدا لدرجه ان انا ما اقدرش اشربه. فهنا لما اقول هي از تو يانج تو جو ان هيز اون يعني هو صغير ما يقدرش يروح المشوار ده او يمشي بنفسه او لوحده. It's too early to go in the water يعني الوقت مبكر جدا لدرجة اننا ما نقدرش ننزل المية. He is too weak to carry the heavy box. هو ضعيف جدا لدرجة انه ما يقدرش يشيل الصندوق التقيل. يبقى اذا هلتزم بتركيبة الجملة بتاعتي اللي هي to صفة to مصدر اسمها قاعدة to to. يبقى تو صفة تو مصدر ما انساش الأولى تي أو أو والثانية تي أو بس اللي بيجي لي بعدها الفعل فيه المصدر. أما بالنسبة لكلمة إنف فترجمتها هنا بمعنى كافي أو بدرجة كافية بيجي لي قبلها الصفة يبقى هقول هنا الصفة ثم إنف تو المصدر زي ما هقولنا هنا I wasn't patient enough to listen to your advice لم أكن صبورا لدرجة إن أنا أو بدرجة كافية أن أسمع كلامكم. He was rich enough to buy this expensive watch بقول ان الراجل ده غني بدرجة كافية انه يشتري الساعة الغالية ده هي. تعال نطبق الكلام ده ونشوف احنا هنروح فين. لما اقول له he is old to work he is old to work يبقى هقول له هنا he is too old to work he is too old to work لان عندي to ثم الصفة ثم تو المصدر بمعنى ان الشخص ده عجوز جدا لدرجة انه ما يشتغلش. جملة التانية she is too young اداني تو ويانج يبقى يلزمني النص التاني اسمه تو المصدر اللي هي او واحدة او واحدة تمام. I am not strong ده اداني الصفة الاول يبقى بعدها enough to. النقطة اللي بعدها he wasn't rich to buy that car برضه هقول له هنا rich الصفة يجي لي بعدها enough to buy that car لم يكن غنيا بدرجة كافية لأنه يشتري هذه السيارة. تعال نشوف تاني بيقول لي is very important to all of us مين في دولة مهمة بالنسبة لنا في listening هقول له sleeping swimming makes you السباحة بتخليك and strong بتخليك طبعا هقول له fit and strong swimming improves the health for people with no disease طبعا هنا السويمنج بيساعد الناس with disease هقول له with heart disease مثلا. It is to jump in water that isn't deep اسمها it's dangerous to jump in water that isn't deep طبعا خطر ان انا نط في مية ليست عميقة يعني انا شايف القاع بتاع البحر قدامي او السويمنج بول قدامي يبقى ما نطش فيه. هروح للسؤال الثالث اللي هو اكمل بكلمة بقول له علي وانت سويمينج وان داي it was too deep to go in it was too go in the water اسمها too early كان الوقت مبكر جدا للنزول في المية. it's not to jump in water that isn't كذا اسمها it is dangerous to jump in water that isn't اللي ليست deep so that you won't your feet عشان طبعا ما تجرحش او تصيب your feet. هاجي للجملة الاولى في الترتيب هقول له would you like to go swimming would you like to go swimming وما انساش ان احنا لما قلنا would like to مصدر يبقى would you like to go swimming let's jump in the water now let's مصدر يبقى let's jump in the water now يلا ننط في المية دلوقتي. We shouldn't go swimming yet. طبعا دي الجملة اللي قالوها الولاد إبراهيم we shouldn't go swimming yet. الجملة اللي بعدها هقول له we have yet معناها بعد yet معناها بعد أو حتى الآن وبتيجي في نهاية جملة منفية
بتيجي في نهاية جملة منفية yet. ها we have just had we've our lunch. just had we have just had احنا لسه حالا اكلين الغداء بتاعنا، يبقى we have just had our lunch. Let's wait for our food. Let's wait for our food. You are not old. Huh? Old enough. You aren't old enough. اتفقنا ان الصفة بتيجي قبل enough. You aren't old enough. The water is deep and dangerous. Ibrahim. Ibrahim jumped, not في المية بالفعل, and hurts his foot. يبقى Ibrahim jumps and hurts his foot. What would we do without friends? هنعمل ايه بدون الاصدقاء؟ هروح بعد كده لجزئية الطيد، هنطلع ونرجع نكمل الجزء ده. باي.